السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة وصفحة أثاث ثقة. قبل ما نبدأ هذا الفيديو حبيت برك نذكركم فقط بلا بروموسيون اللي كان ديجا أثاث ثقة دارتها لكم في لو سالون كوكياج اللي خرج بزاف شباب بألوان شابة وبسعر 12 مليون و 800 بلوس لا طابلو باز ولا طابل جيغونت خاوتنا اللي خرج حاجة ما شاء الله. أيضا درنا لكم لا بروموسيون خاوتنا في لو سالون بيلوت اللي كان يحتوي على 7 بلاس درنا لكم فيه لا بروموسيون بسعر 14 مليون و 800 بلس لا طابلو باس خاوتنا خرج في الوان بزاف شابين كما راكم تشوفوا حاجه بيان بيان فيني ما شاء الله. وكذلك خاوتنا درنا لكم لو سالون اكس اس خاوتنا هذا لو سالون اللي درناه لكم بسعر بزاف شباب 13 مليون و 800 بلس لا طابلو باس تاعو ولا طابل جيغونت. نذكركم باللي هذا هو لو سالون تروازيام اللي درنا لكم فيه لا بروموسيون الثقة مازالها عند وحدها ومازالها لا بروموسيون تمشي خاوتنا. اليوم جبنا لكم صالون بزاف شباب اللي هو صالون إيكلاك. شوفوا الله يبارك خاوتنا صالون خرج في ألوان بزاف شابة بزاف هايلة خاوتنا هاد لو صالون اللي دوك يشرحوا لنا الأخ خليل والأخ حليم خاوتنا. أبقوا معنا في هاد لافيديو. قبل ما نبداو الشرح تاع هاد لو صالون خاوتنا بارطاجيو لنا هاد لافيديو ديروا لنا لي جيم أبونيو معنا في لاشين يوتيوب خاوتنا وحنا رانا هنا دائما في خدمتكم 24 ساعة على 24 ساعة خاوتنا. ما تنساوش لا بروموسيون مدة تاعها شهر بروفيتيو واغتنموا الفرصة وما تراطيوش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي كما عودناكم دائما بجديد. اليوم ان شاء الله اليوم الرابع على التوالي اللي عندكم فيديو سبيسيال على إيكلاك. بعد ما كنا درنا لكم كوكياجا ودرنا لكم بيلوت ودرنا لكم اس اس اللي مكتب ربي وراح ندير لكم ايكاك. ايكاك هذايا لذلك اللي خرج قوه الله يبارك كيما عودناكم على خويا خالد ونشرحوا لكم حاجه بحاجه وان شاء الله تستفادوا كاع مع الجزائريين. ولا وجه خويا خالد. السلام عليكم الزول في الله ومرحبا بكم على توجور في محلات اثاث الثقه. اثاث الثقه كيما عودتكم غير جديد كيما قال لكم خونا حليم هذا الشهر اللي راح يكون فيه بوز بوز كبير راح نعاودوها لكم ونقولوها لكم. اتصلوا بنا راه كاين مفاجآت من العيار فاخر. بعد ما درنا لكم لي طروا صالون رانا بحول الله تعالى والحمد لله رانا في الصالون الرابع اللي سميناه إيكلاك. الصالون هذايا اللي راهو خرج تاع سي بلاص فخم فخم بزاف اونتيطاج في الباولو لاكاكاس تاعو في البواروج قاعدة تاعو دي ترونت حاجة ما شاء الله. خويا حليم الصالون هذا قبل ما نبدا لهم في شطر الصالون واش تقول للعائلة الكبيرة تاعنا؟ واش نقول لكم العائلة الكبيرة احنا ماذا بينا ان شاء الله جميع الجزائريين ومتابعين أزا الثقة وأزا الثقة تسمات اسم على مسمى على كل حال وان شاء الله نكونوا عاد حسنوا الظن بتاعكم للجميع. خاوتنا ما تعطيوش الفرصة هذه وحنا وعدناكم قلنا لكم بعد العيد ان شاء الله درنا لكم هدايا قيمة على كل حال وسادوا على الجزائريين وان شاء الله قلنا لكم باللي من بعد موراها عندكم الشهر تاع لي بروموسيون. البروموسيون بدينا بها بالصالونات ومازال جاي ان شاء الله وان شاء الله فيها خير. مازال كاين مفاجآت نكملوا من الصالون راح ندور لكم حوايج واحد اخرين. اسم المتابعين الاوفياء تاعنا ما عليكم غير تزيدوا تبارطاجيو وابونيو معنا وكثرونا من الجام كما يقول لك اي حاجه كما يقول لك رانا تبعوا كل كبيره وكل صغيره. الناس اللي راهي في اللايف توجور في كومونتينا لي باليو لي شومبر دونفون لي شومبر كوشي من منين راه كاين مفاجات من العيار الثقيل. نبداو في الصالون خويا حليم. خوتنا هذا الايكلاك اللي معروف في محل اثاث ثقه يخدم توجور في سيس بلاس حاجه من نوع الرافع خوتنا توجور الماطله تاعنا تعرفوها باللي مخدومه بدي طرونت حاجه الله يبارك داخل مخدوم بالبواروج وتوجور تلقى المخده تاعو مخدومه بلاوات حاجه من نوع الرافع خاوتنا. الخدمه متقونه الله يبارك. دوك ان شاء الله راح نوريكم الامبلاس تاعو كيفاش يكون مخدوم هذا الاكس ايكاك. ايكاك هذا توجو حنا نديرو له قبل نجي خويا خالد لا فينيسيون حاجه ما شاء الله الله يبارك الكاميرا باش تبان خاوتنا باش تكون عندكم معلومه شوف كيف مكادري قابل بوات البي تاعو حاجه من نوع الرافع خاوتنا. يجي لي بيتاو بالفلاماج كيما كنتو هكذا على المباشر لا كاركاس الداخل مخدومه بالبواروج المطلة تخدم بدي ترونت حاجة ما شاء الله. ولي جوتي هدية من مؤسسة آثاث الثقة خدمنا لكم توجور كيما قال لكم حليم هنايا بدي بوطون وما مظهر تاعو خرج بيان بيان فيني ميم لي كوتي فيهم هنايا
دي كارو مع لي بوطون لي يشبه الصالون ويزيد يعطي له كما يقول لك نظره اللي تعجب ان شاء الله لي كليون تاعنا. دو بلاص تاعو ثاني القضاء تاعو دي 30 ما شاء الله. لو بي تاعو كيما راح تشوف في 3 بلاص في الان بلاص راح تشوف الدو بلاص تاعو يجي كادري كومبلي. حاب يقول حاجه من خير خير خاوتي ثقيل شوفوا خاوتي ما شاء الله يجي كادرو تاعو كامل اوناتر هنايا في لو بي تاعو يجي كاري. حاب يقول حاجه فري فري سوليد فلاماج كيما قال خونا حليم دي 30 في القاعده تاعو لو تيس تاعو اونتي طاش كيما يقول لك في الباولو. واش راح نقول لكم خاوتي حنايا رانا هنايا في محلات اثاث ثقه رانا نقول لكم توجور كل حاجه بالغارونتي. حاب يقول يقطعوا لك الاولاد علينا يقطعوا لك الجيران علينا يهبط علينا يتكسر علينا. حاب يقول تايا ما عليك غير تتصل بينا وحنا رانا هنايا باش كيما يقول لك الضمان من محلات اثاث ثقه وهذه توجور صنع من محلات اثاث ثقه. حاب يقول الجوده وحاجه اللي يفرح بها الكليون تاعنا. ما عليكم غير اتصلوا خويا حالم يتصل حنا نوصلوه له من عندنا هذاك بدون نقاش. حنايا داين لا ليفيزون والمونتاج مجاني من محل اثاث ثقه خاوتنا. هذه حاجه معروفين بها حنايا. واش نقول لكم خاوتنا ماذا بيا حنايا هذا البث المباشر انا ندير لكم في البث المباشر على الساعه الحادية على الساعة الثالثة مساء وعلى الساعة التاسعة مساء. خاوتنا بارطاجيو هذا البث المباشر ماذا بينا احنا جميع الجزائريين يستفادوا من محل اثاثيقة خاوتنا. وان شاء الله انا كنت تفرحوا انتوما انا نفرح بكم بزاف وهذه حاجة معروفة للتذكير خويا حليم انه الصالون هذا فيه بليزيور كولور بيان سور لي توسيو عندنا ما شاء الله عندنا لي توسيو. السعر تاعو حليم شحال راهو؟ السعر تاعو رانا دايرينو 14800 وزدنا لكم توجور طابلو باس بها بولادا كيما تشوفوا هذه من مؤسسة اثاثيقة بي شوفال مخدومه كامل بالرخام فو مربر حاجه لي باهيه لي استحسنوها كيما يقول لك العائله الكبيره تاعنا ولي كليون تاعنا اللي كانوا حاضرين بالبركه على ناس اللي بزاف كنا ناس طيف ناس بزاف اللي البارح استفادوا من العرض ناس قالما ناس عند دفله وشلف بالبركه عليكم من محلات اثاث ثقه. حنا ما عليكم غير تتصلوا ما تقدرش تجي خويا العزيز طوسبور انا نقول لكم غراتوي ورانا نقول لكم باللي نوصلوا لكم من عندنا غراتوي. حاب يقول حتى ما تخلص حتى دوره في النقل المجاني من محلات اثاث ثقه. واش حبيت نقول لكم نحن الاصل والباقي التقليد راك في محلات اثاث ثقه المتواجده في القليعه ولايه تيبازا. حاب يقول رانا هنايا 24/24 نستناو اتصالاتكم نستناو انتقاداتكم نستناو اي كبيره واي صغيره خويا حليم. في الختام واش حابين نقولوا لهم خويا حليم؟ نشكروا ثاني اسمح لي خويا خليل نشكروا عمال اثاث ثقه ما كبير الصغير اللي قايمين بالمجهودات تاعهم وبالزبائن تاعهم. انا نقول لهم نشكركم بزاف من هذا المنبر من مسؤول اول للصغير تاعنا. ان شاء الله دائما كما قول عودناكم نقول لكم ان شاء الله دائما نكونوا عند حسن الظن تاعكم. وهذه هي فرقه اثاث ثقه راهي تخدم 24 ساعه على 24 ساعه كما قال خويا خليل خاوتي خواتاتي. اي ولايه بعيده بالنسبه لنا احنا قريبه اي حاجه تعجبك في محل اثاث ثقه اتصل عليها اتصل بالارقام تاعنا وحنا ان شاء الله نكونوا في خدمتكم. وان شاء الله دائما نقول لكم انا ان شاء الله دائما نكون خفيف عليكم ومن هذا المنبر نقول لكم بعد الكلام سلام سلام.